السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نفتح البرنامج ماتلاب. اليوم راح نتكلم عن موضوع رسم الإشارات بالماتلاب. عندنا أربع إشارات راح نرسمه اليوم. عندنا الإمبلس أول إشارة، عندنا إشارة الثانية اللي هي unit step function وramp function، إشارة الرامب، والإشارة الأخيرة exponential. راح نرسم هاي الإشارات إن شاء الله. خلينا نفتح البرنامج. فتحنا الماتلاب، فتحنا واجهة جديدة script. نجي خلي يكون اول اشارة راح نرسمه unit impulse. unit impulse اللي هو اشني راح يكون عندك بلس عند الصفر فقط. هذا الرسم مثل ما تشوفون، هاي الرسم اشون راح نرسمه. نجي اول خطوة، اش عندنا اول خطوة؟ اول خطوة راح نسوي الاكس اكسس، يعني خلينا نسمينه n. ليش نسمينه n؟ لانه راح يكون كله ديسكريت، راح نشتغل ديسكريت، يعني راح نستخدم ستيم وليس بلوت. هسه ال n اسميته n، راح اخذ من سالب 5 الى 5 ستيب، يعني هاي سالب 5 عدد الخطوات 1 الى 5، يمكن اي رقم، يعني من سالب 10 الى 10 عادي ما مشكلة. هاي اول خطوة. عندنا راح نحتاج اربع رسومات. خلينا بدون اربع رسومات، احنا نريد راح نرسم مقطع ستيم. راح نستخدم ايش؟ ستيم. خلاص عندنا الاكس اكسس مثل ما موجود، هذا الاكس اكسس الان، هاي سميته الان، فاكتب الان فعريزة. نيجي عندما ال n يساوي لنا الصفر، يعني عند الصفر، وراح يرسم سالب 5 سالب 4 سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3 4 5 إلى 5. عند الصفر راح كله ينطيني بالصة، فأش استخدم الدبل. هاي الدبل يعني كأنه تقول له عندما ال n تساوي الصفر انطيني بالصة. هاي خاصات الستيم. هسه وعندك هاي التايتل، يعني كاسم تخلي فوق اكس ليبل الان اكسس والواي اكسس. خلي ننفذ هذا، تخزنه. اوكي يس، هسه ينفذ لك وتشينج فولدر. شوف ايش رسمني، رسم لي بالصة عند الصفر، عند الصفر وهو المطلوب، يعني من سالب البقية كله صفارة، بس عند الصفر اكو بالصة. هاي اول واحد، وهاني صاب بلوت يعني حتى يكون عدة رسومات. نيجي خطوة هاي الاولى اللي رسمناه امبلس. نيجي ثاني واحد، اذا نريد نزحف the impulse with shift right، يعني نزحف الإشارة على اليمين. هسه نستخدم الصوب بلوت حتى يكون الفرق بين الرسمين واضحة. يمكن صوب بلوت اثنين اثنين، يعني عندك صفين وعمودين. هاي أول رسم عم صوب بلوت، خلي فراغ. صوب بلوت اثنين اثنين اثنين. هسه ستيم لأنه رسم مقطع. عندك الآن ثابتة، ماش هاي حتى ثابتة الآن. عندك دبل. شوف عندنا اشني عندما الان ايش؟ ناقص اثنين. ايش معناته ناقص اثنين؟ هسه من ارسم يبين عندك حتى يكون واضحة. هسه نقول له نفذ اف 5 او بلو. شوف هاي اول رسم، عند الصفر انطى باصة. ناقص اثنين
كأنه نقص من الان 2. شوف تسحيب باتجاه اليمين، تسحيب باتجاه اليمين، يعني عند الصفر هذا 1 2، عند الاثنين انطاك بصة، هاي يسموه تشفيت. اذا تقول مثلا ما نقول ناقص، خلي نقول ناقص 3 مثلا ناقص 4، شوف وين يطلع الرسم قبل الاخير هذا. اذا ناقص هاي اشني تسحيب باتجاه اليمين، اذا كان سالب تسحيب باتجاه اليسار راح يكون موجب، بس هذا الفرق. خلي هذا يضل ناقص 2، هسه نفسه بس قول له كوبي بيست كنترول سي كنترول في، 2 2 3. الرسم الثالث راح يكون تسحيب باتجاه اليسار، فاستخدم الزائد للان. هسه ننفذه، شوف هاي اول رسم عرفتونه، هاي الثانية اللي كان تسحيف على اليمين، هاي الرسمة الثالثة باتجاه اليسار لانه زائد. اخر واحد الرسمة الاخيرة، اذا هاي الاشارة نريد نقلبه وشو، هسه اقول لكم شلون. شوف هوني حتى ارجع اكتبه، شوف يعني راح نسوي له تسحيب باتجاه اليسار، بعدين ايش انفيرس نقلبه، يعني هاي الاشارة الموجودة هذا اللي يطلع هنا يكون مقلوب هذا، يعني ينقلب ميرور، خلينا نقول بهاي الاتجاه راح يصير اشون، بس نخلي اشارة سالبة قبل الان. كنترول سي كنترول في، 3 الرسمة الاخيرة الرسمة الرابعة ان ناقص 2، اي نفس هذا قلنا نفس هذا الفوق، بس هون ايش راح نخلي ناقص سالبة. هسه راح نرسم، شوف الرسم، شوف نفس هاي الاشارة وين كانت عند السالب 2، ايش صار عند الزائد 2، يعني ميرور انفيرس قلب الاشارة. هاي اشارة منو؟ هاي اشارة الامبلس، هاي الإشارة الأولى، هوني تسحيف يمين تسحيف يسار، تسحيف يسار مع القلب، النتيجة مالته هذا. واضح إن شاء الله. هسه هاي راح يطلع لك هاي النتيجة إذا تستخدم خلي أشوفكم واحد من عنده، والباقي نفس الطريقة. صاب بلوت مثلا عندك، إذا تريد تكتب تعليق تايتل، تايتل العنوان، نستخدم مثلا هذا، شو نكتب له امبلس، امبلس شوف هوني قطع امبلس، هاي وحده. اذا تكتب اكس ليبل، ليبل على الاكس اكسس، ايش تريد تكتب مثلا الان، شوف هاي الان، ايوه عندك الواي ليبل، واي ليبل نقول له اكس اوف ان، اكس اوف ان ننفذه، اكس اوف ان كتبنا. عندك جريد، الجريد جريد اون راح يكون مربعات، شوف لأن الرسم صغير ما دي يبين. هسه بالأمثلة اللي بعده راح أشوفكم هو. هاي أول واحد اللي هو أشكال إمبلس. هسه نيجي على يونت ستيب فانكشن، يونت ستيب فانكشن يو اف تي. عندك هذا الرسم راح يكون قيمة الفانكشن واحد من اسم يونت ستيب فانكشن، إذا كان تي اللي هي التايم أكبر أو يساوي صفر، يعني بهاي الاتجاه، وإلا صفر. بنفس الطريقة سنجي نرسم، خلينا نمسح هذا. عندك هم نحتاج إشارة الان، راح نرسم كله ديسكريت الان من سالب 5 ستيب 1 الخطوة، كل خطوة 1 إلى 5،
هاي اول واحد. عندنا صاب بلوت، صاب بلوت 2 2 1، اربع رسومات نفس الطريقة. نقول له ستيم يستخدم للرسم المقطع. ستيم عندك الان هم نستخدم الدبل، دبل يعني ينطي بلسة، خلينا نقول ينطيك واحد. عندما قيمتي ان اكبر او يساوي ان اكبر او يساوي صفر راح ينطيك بلسة. راح ننفذ نشوف، شوف اذا هذا الرسم مالتك. اكو شغلة يعني مثلا هاي الرسم ما يبين عندك واضحة، اذا تريد توضحه اكو شيء اسمه اكسس. اكسس هاي الاعاز ايش يسوي؟ تفتح قوس وتسد القوس، بيناتهم قوس كبير. هذا عندك الاكس اكسس بدايته مثلا اريده من السالب 6 الى 6 الموجب. هسه الواي اكسس من سالب 2 مثلا الى الموجب 3 مثلا. ننفذ وراح تشوف الفرق. شوف حتى يكون واضحة عندكم الاكسس هذا ايش يسوي، مجرد ترتيب الرسم. خلينا نقول من الاكس اكسس من سالب 6 هاي النقطة سالب 6 الى 6، من سالب 2 الى 3 حتى يكون الرسم يبين عندك. شوف هاي من الصفر يبدي الى الخمسة، هاي يونت ستيب فانكشن. نيجي هاي واحدة، اذا نريد نسوي له شيفت بنفس الطريقة خلي نسوي له هذا الرسمة الثانية نفسه. اذا تصحيف ناقص 2 هاي تصحيف باتجاه اليمين. هسه ننفذ هاي النتيجة مالته. شوف اتزحى في البداية كان من الصفر، يبدي من الصفر ويمشي، هون يبدأ من يا نقطة من نقطة الاثنين صفر واحد اثنين الى الخمسة. هاي التصحيف باتجاه اليمين، تصحيح باتجاه اليسار كنترول سي كنترول في، بس السالب راح يصير موجب. خوش. والرسمة الثالثة شوف هاي النتيجة مالته. الرسمة الثالثة شوف يبينه. نعم ثانية مثل ما قلت لكم الاكسس الاكس والاكس سالب والاكس موجب والواي سالب والواي موجب اذا تستخدمه. هاي قلنا اتجاه اليمين ناخذ اشارة سالبة، اتجاه اليسار ناخذ موجبة حتى يسوي تصحيف. هاي يعني بدأ من يا نقطة دكوني دبل الان زائد 2 اكبر يساوي صفر. شوف بدا من هاي الاتجاه، يعني كان يزحف بهاي الاتجاه اتزحف بهاي. صار الرسم المفروض ما هذا المفروض الان دبل ان زائد 2 اكبر يساوي صفر. خلينا نشوف هوني النتيجة صحيحة. هسه آخر رسم راح نرسمه، آخر رسمة اللي هو القلب، يعني قلب هاي الإشارة، بس الإشارة الآن ايش نسوي له سالبة. هاي نمسحه، إشارة الآن راح يكون سالبة. شوف يعني نفس هاي الإشارة مقلوبة بهاي الاتجاه. هاي يونت ستيب فانكشن، هاي النتيجة موجودة عندكم بالمحاضرة. يونت ستيب فانكشن هاي أول إشارة، تصحيف باتجاه اليمين، تصحيف باتجاه اليسار،
قيمتين اليسار وهي الإشارة قلب الإشارة الأولى. هسه نجي على الرامب فانكشن. الرامب